السلام عليكم، مساء الخير للجميع. كما وعدتكم احبتي في الله، الله غالب. السينيال ما خلوناش نديروا اللايف معكم اليوم، ولكن ان شاء الله نوفق في هذا الفيديو اللي راح نبارطاجيوه معكم اليوم، باش نعطيو راينا فيما يخص يعني التشكيله تاع جمال بالماضي، والقائمه اللي مدها البارح، والندوه الصحفيه اليوم، وخاصه اللقاء الذي جرى بينه وبين وليد صادي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. إذن نقول نجدد التحية للأحبة. قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن بداية في بما يخص القائمة. القائمة تحدثنا عنها يعني تقريبا قبل ما يعطيها الجمال بالماضي. المفاجأة الكبيرة معروف عن اللاعب أمين قويري، تقريبا ليست مفاجأة لأننا كنا ننتظر قدومه، يعني التحاقه بالخضر كان قضية وقت برك إجراءات إدارية. فيما يخص بشير بلومي، نعم العديد ربما يتساءل يقول لاعب جديد ما عندوش خبرة، ولكن هل حجام لما استدعاه كان عنده خبرة؟ هل بوعناني لما استدعاه كان عنده خبرة؟ على الأقل هذا اللاعب يلعب بانتظام، يعني في سيرورة أو في مسيرة جيدة، يعني إلي طون طالون دو بروغريسي، يعني راه يتطور في مسيرته كلاعب محترف. أولا العديد منكم يعرف أنه لعب للمنتخب الوطني للشباب وكان من أبرز اللاعبين. نظن أنه اليوم لما نشوفه في المنتخب الوطني الأول يجب أن ندعم هذا الخيار. لماذا؟ لأن كما قال الناخب الوطني اليوم، اللاعب هذا راه يتطور، راح مع رديف فرنسي ثم طلع معاهم، وهذا الموسم استطاع أن يفتك تقريبا مكانة أساسية في هذا النادي، وكان سجل أمام براغا، وكان سجل على هدفين، وعنده تمريرتين حاسمتين، وكان برز كذلك في المباريات الودية لمن يتابع طبعا محترفين الذين ينشطون في الخارج. أنا ما أدهشني أو ما الذي يعني الناس اللي مازالها تحكي دائما نفس السؤال، ياسين إبراهيمي لما تنحي ياسين إبراهيمي، لما تجيب ياسين إبراهيمي شكون اللي لازم تنحي؟ تنحي شيبي، تنحي بن رحمة، تنحي لاعبين ربما اللي عندهم إحصائيات جيدة في أوروبا. تقول لي يا أبو من إحصائيات اللاعب ياسين إبراهيمي؟ ياسين إبراهيمي نعم لاعب، هل لديه مكانة؟ نعم، ولكن في بلاصة من؟ كي تجيب واحد لازم تحطه في بلاصة الآخر، شكون تنحي؟ تنحي بن رحمة ولا شيبي؟ واحد يلعب في لونجلتر وواحد يلعب في الألمان بإحصائيات لاباس بها. صح أنت لما تقول لي ياسين إبراهيمي حاق رونو ترينر، لا، شكون اللي رجع ياسين إبراهيمي والمنتخب الوطني بعد كأس العرب؟ يا أخي كاع كنتوا تقولوا لا يجب ان يرجع، وعلاش رجعوا بالماضي؟ دار كوب عرب مليحه، كوب عرب ماشي كوب دافريك، واليوم تغيرت الامور. على كل معليش اليوم راح نتحدثوا بكل يعني شفافيه وبكل موضوعيه. اذا الناخب الوطني لما يتحدث يقول لك روح شوف معاه وعلاه ما حبش يجي، مفروض تفهموا بين الاسطر، هل اللاعب عنده الرغبه انه يكون بديل مثلا في المنتخب؟ هل اللاعب هذا يتقبل البنك؟ هل اللاعب هذا ما صراولوش مشاكل داخل المجموعه؟ هذا ما يريد ان يقوله جمال بالماضي والله اعلم. هذه هي الامور. فيما يخص اللاعبين اللي عاودوا رجعوا كما حسام عوار عايد من الاصابه، اللاعب سليماني ما لقاش، عطى الفرصه المحيوس، عطى الفرصه العريبي، عطاهم كاع الفرصه، ما لقاش احسن من احسن هداف للمنتخب الوطني. اليوم انتقاد جيد مليح، لما تتحدث انتقاد بناء، انتقاد بناء، تقول لي يا مؤمن ياسين بن زياء عنده ارقام جيده، علاش في اذربيجان ما باتيش هذيك ليكيب تاعو؟ ما عندوش يعني مستوى عالي، ولكن راه يبرز في اوروبا ليج، يعني ممكن تكون عنده فرصه، ولكن خيارات بالماضي مبنيه على مجموعه اللي راه يكون فيها ويعدد فيها الكاس افريقيا. اذا فيما يخص التفاهم بين وليد صادي وجمال بالماضي، جمال بالماضي ليس بذلك المتهور
حتى يفسد علاقته مع رئيس فاف جديد، خاصة أن وليد صادي لديه شئنا أم أبينا لديه تجربة مع المنتخب الوطني، لديه تجربة في الفاف، بعيدا عن مشاكل تاع مع باليش أنا يستاهل ما يستاهلش، بعيدا عن هذا اليوم عندنا رئيس اتحادية اسمه وليد صادي يدعم الناخب الوطني ويريد بناء وفتح صفحة جديدة مع الكرة الجزائرية خاصة المحلية. ندعم كل من يريد التغيير ويريد المضي قدما للتقدم وليس للتأخر. هذه يا خوتي اليوم لما تشوف علاش لي كاستيون بياج، جابوا لتالي ابراهيم ما جاش لسيدي موسى، في صالح من هذه الاسئله؟ في صالح من هذه الاسئله؟ ايعقل ايعقل اليوم ايعقل اليوم نخلي جوهر اللقاء اللي دار بين الرجلين وتكلم في امان وتكلم يعني بكل روح وطنيه لتحسين الامور في المنتخب الوطني وابتعاد عن الكلام الزائد والضغط السلبي اللي الحمد لله من اللي طلع صادي ما سمعنا والو حتى لدركا لاباس. نقولوا ان شاء الله عادت المياه الى ان شاء الله مجاريها وان شاء الله تكمل هكذا يا لصالح من؟ لصالح المنتخب الوطني والوطن. يا ناس يا قلناها من اول مره لو ما تحصنش الجبهه الداخليه ما دير والو، تكون واش تكون في الخارج ما كان والو، ما تقدر تدخل للكاف، ما تقدر تدخل الفيفا، ما يكذب عليكم حتى واحد. هذه هي الحقيقه اللي لازم تفهموها يا اخوان. ان اردنا ان تكون عندنا كلمه خارج الجزائر يجب توحيد الصفوف وبناء على مكتب فيدرالي قوي وعنده تجربه. ما تقوليش خانتنا التجربه لازم وقت، لا لا لازم نعملوا بلي النورم تاع الخدمه. هذه هي انا هذه راه جاو ليه راه راح واش فيها ولا راح عنده واش فيها ولا جابوا لسيدي موسى وفطروا كيف كيف كما كانوا متفاهمين ومن بعد راحوا للفاف. دوك هيبه الفاف ما هي؟ هيبه الفاف في تطبيق القوانين بصرامه، التغيير الذي وعد به وليد صادي. اليوم وليد صادي كما قلت أول من قال أنه مدعوم من أعلى سلطة في البلد، مدعوم من كل تقريبا صفحات وكل الجماهير الجزائرية تريد تغيير، كانت تريد تغيير. هذا جيد، لازم أن نكون قد المسؤولية. هذا ما كان بدون حسابات ضيقة وبدون اعتبارات أخرى. نحن الحمد لله الحمد لله منا ما خلاناش ربي العالمين، والله غير ما رانا نحوسوا على المناصب، ما نحبسوا على حتى حاجه، لا حتى حاجه، الحمد لله الحمد لله يا ربي. ونشكر الله سبحانه عز وجل ليل ونهار على ردة فعل الأحبة الذين يدعمون ويشجعون، وأنا ممتلكم أحبكم حتى أنا في الله، أقسم بالله ما نقدر نكذب عليكم في حاجة، أقسم بالله ما نقدر نميل واحد باش نجي نكذب عليكم، مستحيلات السلام. فيما يخص العروسي كما تحدثنا قبل ما تخرج القائمة أن العروسي لا يستطيع أن يكون في هذه التربص لتأخر تعطل في إجراءات إدارية في الفيفا، لم تعطي الضوء الأخضر. جمال بالماضي انتظر إلى الدقائق الأخيرة للإعلان عن القائمة النهائية لأنه عطاله بعث له كونفوكاسيون يعني عطى الدعوة لياسر العروسي في القائمة المساعة رسميا، وكان معاه كلام ماذا ينتظر منه والعروسي جد متفائل قال معليش كوتش نجي في السطاج الجاي إن شاء الله وندير لاكان مع أصحابي. احنا هذه المعلومة اللي راهي اليوم كيما لما نتكلم دوك على ياسين عدلي، ياسين عدلي واش قلنا؟ تفاهم مع بالماضي، تحدث معاه، كل شيء موجود، ولكن بالماضي لا يستطيع أن يحكم يد عدلي ويسيليلو على لا ليتر دونكاجمون، ما يقدرش هو يونتيسيبي الإجراءات المتنية في التغيير الجنسية الرياضية. هذا واش حبينا نقولو، لكن باش نقولو الحقيقة تحدث معاه وعطالو كلمة قال له كوتش إن شاء الله نجيب بلاصتي ونحكم روحي في مينور راني مع الفريق الوطني. نتمنى ذلك لاحقا عاجلا أو لاحقا إن شاء الله ماشي بروبلام. هذا واش حبيت نقولكم خوتي، نخدموا يد وحده في صالح المنتخب الوطني، تا
التفاهم بالماضي والصادي في صالح الجزائر قبل المنتخب الوطني بعيدا عن كل واحد يضرب على صلاحه، ماشي هكذا خوتي، ماشي هكذا. الرسالة لازم تكون دعم الرجلين للعمل سويا، هذه هي، كل واحد وكل واحد بصلاحياته وكل واحد بمهامه. الإمكانيات، نعم الإمكانيات موجودة الحمد لله، شوف الإمكانيات، أنا لعبوا مع مصر، لعبوا مع الكابفر، لعبوا مع السينيغال، هادو هما الإمكانيات تاع الصح، ماشي تجيب لي إمكانيات وما ديرليش ظروف العمل. قعدت بريباري مع رواندا، مع نيجر، مع موريتانيا، بكل احتراماتي، غير مع مالي ولا بوركينا ولا غينيا، سينو ما عندناش. لا لا، هذه هي، خطرة غانا، خطرة نيجيريا، خطرة سينيغال، خطرة مصر، الكابفر، الحمد لله. ولا لا لا خوتي، المهم نحييكم جميعا، شكرا لدعمكم، بارك الله فيكم، كلنا للمنتخب الوطني. ما نساوش خوتنا، ما نساوش خوتنا الفلسطينيين، ربي ينصرهم وربي يصبرهم، اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم، ما تنساوش الدعاء لهم. وشكرا لكم احبتي في الله، نلتقي ان شاء الله في مواعيد قادمة. السلام عليكم ورحمة الله.